سميتي ملكة الإدريسي، هذه بنتي حنا العراقي، راه واحد تكرفس عليها ولد الملاح وكيقبطها بالعنف وكيجبد عليها الموس ثلاثة الليل، كيعيط عليها مسكينة كتكون ناعسة في الفراش، كتنقز من الفراش وكتخرج وكيتعرض ليها. أنا واحد النهار أنا مشيت خدمت عند شي ناس، جيت لقيتهم فارع الدفة وداخل لهنا هاجم عليها وداخل ديا صحة وهي كتبكي ومخافت منه، وشدها وقبطها بداك البيت الملاح وسد عليها شهر وسد عليها وكيضربها للكتاف وكيضربها للراس. حتى قال واحد السيد جا عنده صاحبه قال له علاش هاد البنت ضربها هكايا ما مشاش قيد، قال له سير دير لها البيطا دير لها الدواء، كيدير لها غير التحميره في راسها بالعاني باش تخمج لها الضربه اللي في الراس. جيت انا قلبت عليه انا واختي ودقينا عليه وهضرنا معاه بالادب وخرج لينا بغى يبدع فينا يضربنا. قالت له اختي شوف الا حيه جبدها والا ميته جبدها، بغينا حنا البنت. قال لها ما كنعرفهاش راه في سلام مشات عند شي بنات صحاباتها والكذوب وهي راه عنده تما في البيت. حتى نهار اللي ولات مسكينه كمل شهر ولا كهذا جات مسكينه كتعرج برجليها وكتافها منفوخين كلهم زورق وفخادها متقوبين بطرنوفيس كيتقبها فخادها وكل شيء. ما عرفتش علاش دار هذا الشيء، هذا ما عرفتش علاش. واخا كون دات له رزقه ما يديرلهاش هكا، واخا كون كانت شي حسابه ما يديرلهاش هكا. البنت درويشه ما كدير حتى شي حاجه، ما عمرها ما وصلت شي حد ولا جبدات شي حد، كاع الناس كيبكيو عليها، لا بقرون ولا المدينه ولا سلا ولا كلشي كيبكي عليها. ما عرفتش انا الزاني بنتي، ديك البنت اللي عندي اللي كان كساب ضيعني في بنتي وكبدتي، وانا اللي ضربت عليها تمره وقريتها وكبرتها وديتها الحلاقه ولا تتعلم الحلاقه وكلشي، علاش تكرفس عليها؟ ماشي سلقوطه هي، ما كتعرف لا تقال بلا صحاباتها قفزوا وهربوا وكلشي مشى للخارج وهي بقات هنا بقات ضحايا كتكرفسوا عليها وشوهنا. الله ياخذ فيها الحق، الله يتولاه كيشوهنا. انا ديري شريفه ادريسي انا تيقول لها غتكرفس عليك وعلى امك، تا امك غتكرفس عليها. شاف المحل حالة الله وشاف الدفاراشيه قلت انا ما مشيتش للمخزن خليه تينتقم منه الله سبحانه وتعالى. انا ما مشيتش للمخزن، ما درت الفالطه اللي ما مشيتش للمخزن ويمشي يدوز عام بالحبس منين خرج ينتقم مني انا الاولى وينتقم من هذاك مجرم. ما تيرحم حتى واحد، قال هو طازه ديال الملاح، الناس كلهم في الملاح كيخافوا منه وكيموتوا منه، كلشي كيخاف منه لا الكبير لا الصغير. هذا الشيء اللي كاين سيدي، الله ياخذ حقها، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. الا يجي شي عفو يخرجوه ما يخرجش، هذاك راه خصو الحبس، خصو يبقى تما مؤبد يبقى. انا كنقول قال سيدي انا ما بغيتش ندير المشاكل، نقول انا بغيت القضيه في المخزن. الله يجعل البركه في وقع هذا الشيء. ودابا راه من العيد لينا، من العيد نهار ثالث عيد ولا ما عرفت رابع عيد ما بقيتش عرفت، نهار ثالث عيد هو كيتكرفس عليها. ومشحال هذيك اللي كيتكرفس عليها، كيخرج من الحبس وكيجي لها نيشان، راه ضارب البنت في الملاح مسرق لها وجهها في الملاح، ومشات امها رغبات عليه وطاو 4 شهور وخرج. خرج قال دابا يبقى يقتل في عباد الله وتكرفس عليهم والناس يديروا ليه التنازل ويخرج، حيت هو الامير. كاع الناس ولاد الامراء ما كيديروش هذا الشيء. شنو غنطلب؟ شنو غنقول؟ ما عرفتش شنو غنقول، ما عرفتش غنقول اش من حق. بغيت ليه الحبس وصافي، اش غنطلب؟ اش غنطلب؟ طلب من الناس المحسنين الا بغاو يدخلوا ليا الماء ويحنوا فيا، رانا ما عنديش هذا الشيء اللي كاين. هو راه غادي يمشي يدوز اللازم. Thank you.